شو في جديد على الساحة؟ درس هوسبيتاليتي مانجمنت بالاليو وفتح بال 2011 باتلرز باتل، وهو عبارة عن كوكتيلز بار كيترينج. هالشركة بتضم بروفيشنال بارتندرز وبتقدروا تغطي حفلات لحدود ال 1200 شخص، واكيد كل هالدرينكس اللي عم تشوفون بمن الاخر من بداية هذا الموسم وكل هالست اب يلي محطوط هون من اختراعه ومن تصميمه. بنستقبل سوا إلي خوري. إلي خوري، كيفك؟ very good. Butler's Bottle؟ yep. شو هي يعني مزبوط؟ Butler's Bottle هي سيرفيس عم بتفوت على كل بيت على كل فينيو. It's a mobile cocktail bar. نعمل كيترينج لفول كوكتيلز بأني إيفنت. فيها تيم نحن more than 15 bartenders professional stars شباب ببيروت بيشتغلوا بأقوى محلات بيروت. هن ستارز وسوهاد سوبر ستار معنا من بداية البرنامج. تحية لك سوهاد. سيت اب هو كتير مهم عنا. البارز كاستمايز، الكليون بنقي سايز، بنقي اللوك تبع البار، بنقي الشيب. وي فولو ذا تيم تبع الايفنت. اللي انت بلشت بارتندر؟ وي يعني انا بتذكر كنت اشوفك بعدد كبير من المحلات. طيب امتى فكرت تحول هيدي المهنه اللي هي انه بارتندر وبتشتغل بمحل وبتقبض معاش لفعلا انفستمنت وفعلا تصير انت انتربرينور وانتربرينور شيب ويكون عندك شركتك؟ هي بلشت مع الكلاينتس اللي كانوا يجوا لعندي على البار، يعني كانوا يحبوا كيف كنت اشتغل لهم واعطيهم الكوكتيلز تبعهم. So, صاروا بليز تعا عندي 50 بيرسون، عندي 20 بيرسون، عندي بارتي بالبيت. بلشت بشنطة هي نطلع. هلا تغيرت لأنه حسيت في ديماند كتير قوي، وما في بقى إيفنت بلبنان بنعمل غير ما يكون البار. بطلوا يهتموا بالأكل كتير، صار بيقول لك عامل ديبوشي بس بدي البار يكون المين هو بال... نعم. طب اليوم وقت استثمرت هذا الفكره وعملت هذا الانفستمنت وفكرت استوحيت من وين؟ يعني اليوم انت قمت بمشروع تعمل كاستمايز كوكتيل بار، بس هذا الشيء ما كان في منه بلبنان، يعني كيترينج اكل في منه بتفكر بقيه الشركات، بس انت من الاول اللي عملوا كوكتيل بار كيترينج. حتى مش بس بلبنان، صعب كثير لانه بتفوت على جوجل بدك تحط موبايل كوكتيل بار بيوروب بتشوفهم حاطين كثير سمبل خبريه برميلين مع خشبه وبيشتغلوا، بينما هون بلبنان ما فيك تكون هلا سمبل. فيري بيكي العالم. yes. اكستريملي بيكي لانه عم نعمل اعراس كثير كبيره. نعم. يكون في بلانينج للعرس واو يعني سو انت اليمون بنص العرس، يعني ما فيك تكون حاطط له شيء كثير سامبل. سو مجبور تلحق التيم، شو مجبور تكبر، مجبور شو ما بده الكليون تقدر انت تكون عم تعطيه بهيدا على سيره الويدنج. اللي بدي اسالك شغلي، اوقات بنشوف الدرينكس بتقدموا على الطاولات، يعني اذا بنكون قاعدين على تابل غوند اما شيء معدينه بتقدم الدرينك على الطاوله. اوقات بنشوف في دي بارز وهيك وبيكون بحس انا هيدا بيصير في اهضم، بيصير الجو بس يكون في هيك ديكوان في بارز والبارتندر. مش بس اهضم، بيصير احلى واطول. اليوم الجست وقت يكون قاعد على الطاوله عم يطلب من ويتر بدي كيس ويسكي، ما عم بيعرف شو عم بيجيب له، ما يعني ما في تراست كتير بيكون لانه عم بيعبي له مدري وين، بينما وقت يكون في بار عم يجي الجست يوقف على البار عم بينقي شو بده على اول كيس تاني خلص. لا اول كيس يوقف الاساسه بضلوا ينقوا. طيب ليك إلي ستيل، يعني عسيره هال كيف قلعت بالخبريه. بنعرف انه مهنه البارمان وحتى مش كمهنه يمكن كبارت تايم جوب اوقات او كسايد جوب مع التعليم، في كتير شباب يا بيعملوها لأنه مجبورين يا بيحبوها، بس بدي تقلن لكل هالشباب اللي بيحبوا يعملوها على فترة أو عندهم إياها كهوبي، شو
شو المشاكل اللي ورا الطاولة وشو الأشياء المتطلبات الضرورية لأنه ما حنك هي الخبرية هي كاسات يعني اللي بده يعملها as a part time job ما حينجح فيها عم يتسلى يعني بده شوية مصاري بس full time عنده شغل بنهار full time يعني اليوم إذا بدك مش bartender mixologist بيوروب وبأمريكا هو العالم بيطلعوا كتير مصاري هون بيعملوها كرمال يطلع شوي ويشتغل مع شغلته اما مع الجامعه زيد هيدا ما حيكون عم يحترمها كثير لانه منا مين عنده سو بيشتغلها من افايده اذا بدك هي بدها وقت الواحد يتعلمها بدها وقت يعني عارفه شو بدها يعني كثير وقت انه اتس كاستمايزد هيك هلا اعتبر في ويدنج وفي ثيم معين لاي درجه انتم بتعملوا كونسلتيشن يعني بتعمل يو كونسلت للثيم حسب الويدنج ولا اذا انا بدي افرض مثلا ثيم معين على البار وانت ملاقيه كثير بشع بتقلي لا بتعمله ما بتعمله يعني لاي درجه بتفوتوا بالثيم نتوصل لحل يعني بس ما بكون حاطط اليمون انا بويدنج كثير كبير ونحن بالنص ما بكون مقتنع فيه يعني ضل عنا كتير يعني ماتيريالز إذا هيدا مش حابه بجرب ما بيعه يعني بس حسب التام يعني الودينج بيكون هيدا ولا مرة هيدا لقيتها مشكل لأنه أكتر عالم بيكي اللي بيكون عم يتجوز وهيدا بنقي عطول دباس إيه ممنوع البرتندر تطلب منه درينك أو كوكتيل ما يكون بيعرفه ليك مش ممنوع البرتندر هلا بتنزل عند سهاد في قصة في شغلة ما عنده إياها بيكون بتطلب منه بيقول لك اوكي يمكن بيعمل لك شيء بيطلع اطيب من يلي انت براسك اوكي شو في اسامي بيضحكوا للدرينك شو اكثر هيك اسم او اسمين للدرينكس بيضحكوا شوي في كتير يعني مثلا وو دودو سكس اون ذا بيتش انه في كتير لانه سكس اون ذا بيتش ما بتضحك بصوت لا مش باول سنه طيب الي عندك البار بس عندك دراي بار كمان يعني فيك تعمل كوكتيلز مع بار مع كل شيء بس بلا الكول اكيد اكيد وبينطلب هذا الشيء بار اكيد قديش بتقدر تقوم بهذا الشيء وقديش بتضله كمان الفن هو فن بالنهايه لتعمل درينك ليك هي بتبلش من التكنيك يعني اليوم كيف بقص كيف بيخلط كيف بيحرك البارتندر هيدي التكنيك لحال هلا شو بدنا نخلط شو الانجريدينتس هون غير خبريه برزنتيشن بس هو في كثير نكهات اليوم في كثير شركات عم بيعملوا نكهات بس برا في سكولز اكيد يعني بتروح على مدارس تتعلم كيف تدوزنون بس بدي اقول شغله في كثير شركات عم بيعملوا نكهات يعني انا رحت على معرض من 6 اشهر كان في نكهات الروم الموهيتو كل هالنكهات بلا الكول في يشتريها من الرف ويحطها ببيته ما حينبسط فيها هو الفاليو تبع انه يكون في بار اليمون in front of you اليمون زلمه عم يطبخ لك قدامك يعني وعم تلقي عنده يعني لا انا عم بقول لك اذا بده يعمل لك درينك فيه يعمل لك درينك بلا الكول بس يكون فيه كل النكهات اللي بدك اياها هذا عم بجرب اوصل للفكره مش يعني بس بدك تشرب عصير اذا ما بدك يكون يعني فيه البارتندر يضلوا عم بيتفنن بس هيدا كمان بده سيت اب يعني اليوم نحن ما بنطلع ويدنج اما على اني ايفنت غير ما يكون طالعين معنا هوم ميد سيربس قد ما بدك يعني بس شفته عم يشتغل بالفواكه كل الوقت وحتى بس بده يستعملهم كنكهات جايبهم فريش وعم بقصصهم وعم كل شيء افيلبل فروتس عاده بيكون بالماركت بنجرب نجيبه ونشتغل فيه لانه الديسبلاي بيجي حدا بيكون ما بيعرف شو اسمه درينك ما بيعرف هيدا بتهين عليه هون للجست يعني بدي شيء مع هيدا بدي شيء مع هيدا بالاخر اللي سرامي رح انهي معك السؤال هو هيك اوبريشن صرت عم تحكي لوجيستكس صرت عم تحكي عم بتصنع بارز عم تصنع قد ايه عندك الباك اب انت عندك باك اب ولا بتشتغل مع حدا معين ليك منظم شوي يعني انستوليشن تيم الشباب سوبرفايزرز نحن كبر كثير التيم يعني كاباسيتي يعني عم ناخذ 5 ايفنمون بالليله حلو كله مرتب بتشوفوها هي هينه شوي عم بتشوف بتشوف الاند برودكت بتشوفها هون بس هي قبل وبعد وترانسبورت وبضاعه و و و قبل وبعد الشغل هون بتشوفونا عم نضيف بتقولوا مبسوطين مرتاحين سو نحن بنكون اول ناس بالفانيو ومن في الاخر ناس من الفانيو بس يور دوينج جريت جوب من الاخر قد انت بتعطي اهميه للبار بالايفنت هو من الكماليات ولا من الاساسيات اكيد من الاساسيات ريما نجار انا بقول كمان من الاساسيات وحتى لو نون الكوهوليك هي بس البرزنتيشن هيك بتجذب وغير هيك بدي اقول لك بيج لايك وبدي اقول لك ميرسي لانه عم تجيب لنا درينكات كثير طيبه وبرزنتيشن بتعقد ورا شو بحسن من الاخر لي ثلاث اشياء في اللون الطعم والشو
الكثير مهم الواحد يكون في البارتندر يقدر يعمل شو كمان, لانه هذا بيجلب عالم وبيعملوا مباراه فيها. بعطيك بطل الترند كثير يعني, ما انه كلون نحن عم نعطي كلاسيك سيرفيس يعني, ما في اذا زهقان ما عنده شغل هلا ما بيلقط صاروا كلهم بالبدله بالتاي بتحسهم ما بيلعب. بس اليوم التكنيك كيف عم بيحضر هيدا انترتينمنت هي بحد ذاتها, كيف عم بيقص كيف عم يخلط انترتينمنت عم يحرك كثير الزلمه وعم يعطي من الاخر زينه. كثير مهم كمان على شخصيه البارتندر, يعني اذا كان البارتندر مهضوم تقدر تشرب اكثر, تقدر تاخذ تعطي معه اكثر. هيدي بتجي عن اكسبيرينس, قديش شاغل وقديش شايف عالم صح وقديه بتعاطى مع عالم بالسهر يعني. هيدي هي هيدي الريزورس تبعها. جاش حرب ثلاث اشياء كمان, الفكره الذكيه, الاداء والتكنيك تبع الشباب اللي عندك, والفريشنس تبع الانجريدينتس. تو طبقات اكلتوا فيه. انا مني زبونه فاز ولا شيء, بس كثير انبسطت لي انه انت اول شخص انت وسهاد بتصيب مزبوط شو بحب. وتشيرز جود لك إلي. أنا بدي أتشكرك كثير لوجودك معنا خلال كل الحلقات. بدي أقول على فوق كل الدرينكات اللي عم تعملون أكتريتون ما عم بيكونوا فيهم الكول, يعني بس هنقول للمشاهدين يعني يلي بيكونوا عم بيحضرونا. بس بدي أقول إنه في خلطات غريبة, وأنت اليوم قدرت تحط زعتر مع خيار مع منت بقلب درينك. هولي خلطات ما كنا أبداً مستنظرين, وفعلاً الطعمة فريدة من نوعها. مش هيك بدي أقول لك برافو, لأنه في كرياتيفيتي كتير كبيرة بالخلطات وبالدرينكس اللي عم تستعمله, وهو فن بحد ذاته. برافو لكل شيء عم تعمله إلي, وشكراً كتير لوجودك معنا الليلة. تانكيو إلي. انتبهين من الآخر.